أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القيامة تقوم على أشر الناس فقط؟ وهل أهوال يوم القيامة تكون عليهم هم فقط؟ القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس، ما تقوم في الأرض مؤمن. إذا لم يبقى على الأرض إلا الكفار قامت عليهم القيامة. المؤمنون يؤخذون قبل يوم القيامة، يموتون قبل يوم القيامة، تأتيهم ريح فتأخذ أرواحهم، ريح طيبة تأخذ أرواحهم، ثم يبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر، تقوم عليهم الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. الذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء من شرار الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنني كثير الخوف من وأما في الآخرة فالشدة والعذاب إنما تكون على الكفار، وكان يوما على الكافرين عسيرا، وأما المؤمن فيسهله الله عليه. نعم.